السلام عليكم، هسه نبلش شرح تشابتر 5. طبعا تشابتر 5 بحكي لي عن الكنترول فوليوم ابروتش اند كونتينيوتي ايكويشن. رح تسالني شو الكنترول فوليوم ابروتش، ليش ما بتكاش تسالني شو الكونتينيوتي ايكويشن؟ كونتينيوتي ايكويشن اللي هي اللي حكيتها انه الكيو ثابته على المقطع، على اي مقطع. لو انا عندي انبوب مثلا زي هيك، عندي سائل بمشي فوق الكيو، الكيو اللي هون نفس الكيو اللي هون. واضح كده، سكشن 1 1، هذا سكشن 2 2، الكيو عند 1 او كيو عند 2، هاي بنربط لها بالرمز كيو بشكل عام. تمام، اي الكونتينيوتي ايكويشن. طب شو قانون الكيو؟ قانون الكيو بكل بساطه a1 b1 = a2 b2. بالتالي مباشره كونوا معي انا المساحه بشكل عام على سرعه واحده بقدر اجيب السرعه الثانيه، فدائما خذ قاعده بقدر اجيب السرعه من خلال الكيو اذا كان القطر معلوم. فهي هي الكونتينيوتي ايكويشن، هاي هي الكونتينيوتي ايكويشن بشكل عام، ما فيش غيرها ابدا. بدنا نحكي عن ايش؟ عن كنترول فوليوم ابروتش. هذا حكي حفظ يعني مش حل، بدي احكي عنه بشكل عام. بس الكنترول فوليوم ابروتش ببساطه، لما احنا بالثري حكينا عندي انا خزان زي هيك، تمام، في مي، انا بدي ادرس خصائص المي هاي. قلت لك خذ جزء من هون وتعال لهون، كل في عليه ضغط، عليه ستريسز، عليه فورسز وهكذا. هذا الاشي الاستاتيك، لما كان كنا ناخذ استاتيك وسترينث وكذا كان اسمه فري بودي دايجرام. اما هون هذا ايش؟ بالاستاتيكس، بالميكانيك بشكل عام. بس الفلويد اسمه كنترول فوليوم، كنترول فوليوم. طب اي ماده؟ الفلويد. تمام، الفكره هي الكنترول فوليوم، انه انا امسك نقطه اعملها عزل يعني زي الفري بودي دايجرام. انا عندي نوعين، الطريقه الاولى لاجرانجن ابروتش، والطريقه الثانيه اورليان ابروتش. شو لاجرانجن ابروتش؟ ببساطه انه هي انا ادرس او اطبق مثل معادله برنولي بين مين ومين، مثلا بين نقطتين على نفس الستريم لاين، على نفس الستريم لاين. فانا هذا الفلو ستدي عندي انه الستريم لاين معينه، هذا الفلو ستدي اللي هي A هي B. بالتالي لو اطبق معادله برنولي هذا هو لاجرانجن ابروتش. تمام، لاجرانجن ابروتش بكل بساطه، لو نفس الشكل عندي نفس اللي فوق، احل لك انه انا بكون معي الضغط بشكل احداثيات. يعني بدي بحكي لك اذا الضغط دلاله اكس تساوي كذا كذا كذا، السرعه بدلاله اكس تساوي كذا كذا كذا، وإكس مش إكس، إكس واي حتى، إكس واي يعني آر بشكل عام، أي شيء إكس واي بنسميه آر، زد أو إكس، إكس إبدأ أو واي بدالة إكس، واي بدالة إكس، هكذا، هكذا. هذا الحكي أنا أعطاني إياهم بهذا الشكل بسموه أوريان أبروتش، بنسميه أوريان أبروتش. أما إذا بحل زي تشابتر 4، فتشابتر 4 هو لاجرانجن أبروتش، انه بيعطيني الضغط رقم وبيعطيني على شكل ستريم. تمام، فهون هسه الفري بودي دايجرام بالاستاتيك بقول لك لو كان عندي هذا الشكل، كان عندي هذا الشكل، لو بدي اعمل تحليل لهي الحلقه بقول لك هاي الحلقه عليها تنشن فورس من هون اللي هي نفس قوه الوزن، وفي عليه مثلا القوه هاي وهي القوه هاي. هذا الحكي كان بالاستاتيك، كنا نسميه فري بودي دايجرام، انه هاي شايف كيف هاي الفري بودي دايجرام للقوه للكتله. ما بعلم الميكانيك، لو لاحظ لو ناخذ هذا الجزء، هذا الجزء بنسميه كنترول فوليوم او اورليان ابروتش، فاحنا بنسميه كنترول فوليوم. يعني هاي الستريسز اللي عليه، الستريسز يعني. هسه احنا همنا هذا الموضوع اللي هو الريت اوف فلو، هو ايش؟ هو اسمه امدوت، هذا جديد عليك، هذا قديم، هذا جديد. تمام، شو هذا الاشي؟ ببساطه هذا الاشي كالتالي، هذا الاشي انه احنا الفلو عندنا التدفق. لو جيت قلت لك هذا عندي حجمه 10 متر مكعب، حكيت لك انا كنت اصب فيه مي، بعدين لحد ما تملى وعب 10 متر مكعب تحتاج زمن مقداره 50 ثانية.
يعني أنا على عبين ما عبيت الخزان احتجت 50 ثانية. إذا بتلاحظ قصة التدفق عندي هذا قصته دلالة الحجم، إنه قديش الزمن، كم الزمن لازم لتعبئة 10 متر مكعب من الماء. فبالتالي هذا بيكون اسمه volume flow rate. يعني volume flow rate يعني انه دلالة الفوليوم. هذا شو بنرمز له؟ بنرمز له بالرمز كيو. بنرمز له بالرمز كيو. شو بيساوي هذا؟ بكل بساطة بيساوي الحجم على التايم. حجم على التايم. بكل بساطة شو وحدة الكيو؟ الشابتر السابق تكعيب كل سكند. فأنا الكيو عندي هون التدفق ببساطة هي عبارة عن 10 على 50. 10 على 50 بتطلع عندي 0.2 تكعيب كل سكند. هاي كيو بقدر اجيبها بهاي الطريقة. كيف؟ انه زمن وهاي. طب افرض انا، طيب انا القانون هذا انت كنت تحكي لي لا، كيو عبارة عن اريا في فوليوم، اريا في فيلوسيتي. طيب كيف صارت هاي؟ بقول لك عادي، ما هو المتر، ما هو الحجم، حجم هو عبارة عن اريا في ديستنس. تمام. هذا فوليوم. شو التايم؟ تايم. فأنا بعرف إنه الارتفاع الزمن شو بيعطيني؟ فيلوسيتي. بالتالي الاريا في الفيلوسيتي هي نفسها فوليوم على التايم، هي نفسها فوليوم على التايم. ملخص سريع، فوليوم على التايم تساوي فعليا الاريا ضرب الفيلوسيتي. وهي شو بسميها؟ بسميها فوليوم لو ريت. بنزلها بالرمز كيو وبتكون وحدتها متر تكعيب كل سكند، اور بالنظام الثاني سي اف اس. يعني سي اف اس يعني فيت تكعيب لكل سكند. هيك وحدات هاي. ممكن يكون في اشي اسمه جي بي ام، يعني جالون بير مينت. ان شاء الله هاي بالوقت اللي قدام تاخذوها. هيك تنكتب جالون بس مش مشكله. تمام. هو الفوليوم فلو ريت. طيب جيت حكيت لك بالتالي انا عندي هذا الوعاء، صبيت في كم الزمن اللازم، جيت قلت لك كم الزمن اللازم لتعبئة 10 كيلو جرام من الماء. حكيت لك كم اللازم لتعبئة 10 كيلو جرام من الماء. يعني بالتالي هذا بسموه ايش؟ كيلو. الكيلوغرام، الجرام بشكل عام كتلة. بالتالي ايش بالانجليزي؟ ماس. شو يعني ماس؟ فبالتالي اذا انا احتاج تقيس الزمن اللازم لتعبئة 10 كيلوغرام، يعني الكيلو بدالة الزمن نسميه ماس لو ريت. بنرمز له بالرمز شو قانونه؟ قانونه عبارة عن الماس. أنا إذا معي ماس بحسب ماس فلوريت، إذا معي فوليوم بحسب فوليوم فلوريت اللي هي كيو. هاي شو وحدتها؟ كيلوغرام لكل سكند أو تلاج لكل سكند. تمام. في علاقة بينه وبين الكيو؟ بقول لك آه. كيف؟ بقول لك سهلة. شو الماس؟ الماس بقول لك آه، بعرف إنه الكثافة هي الماس الفوليوم. طيب كل ماس هي رو فوليوم. كله تمام. طيب يلا امسك مكان الماس حط لي رو فوليوم. مكان التايم خليه تايم. طب الفوليوم على التايم شو هو؟ احكي لي الفوليوم على التايم شو هو؟ هو عبارة عن كيو. بالتالي ام دوت تساوي رو كيو. ملخص سريع، بالتالي ام ثاني ام اللي هي ام دوت، يعني ام دوت ها تساوي او ضرب كيو، يعني او ضرب الاريا ضرب الفيلوسيتي اور الماس. هاي الملخص. هذا كل شيء حكيته هون. ريت اوف فلو بدنا اياه كمصطلحات. صرنا ذكرت
كمية الماء اللي بمر بمقطع معين خلال فترة زمنية معينة هو بسموه discharge أو الفلو. نقيسه بوحدتين، الأولى الكتلة على الزمن والثانية الحجم على الزمن. الكتلة على الزمن بنسميها mass flow rate اللي هي m الماس على التايم، الكتلة على الزمن. أما الكيو اللي هي الفوليوم فلو ريت اللي هي الفوليوم على التايم. بالشابتر السابق كان يصادفنا بالأسئلة الكيو أو كنا نحكي فلو، نعرف من خلال الوحدة إنه الفوليوم فلو ريت كيف يعني. أنا كان بالسؤال يجيني كيو تساوي 500 مثلا لتر لكل سكند، اللتر وحدة حجم، فبالتالي هذا كيو. بيجيش يقول لي كيو، كان يقول لي فلو. أنا من الوحدة عرفت إنه حجم، من الوحدة عرفت إنه حجم. تمام، بعرف إنه الكثافة تساوي كذا، فبالتالي الأم دوت هي رو في كيو أو رو في إيه في في، حيث الفي هي الفلوسيتي. الفوليوم فلو ريت، الفوليوم فلو ريت كما حكيت لتر لكل سكند، قالوا منت او فيت تكيب لكل منت او فيت تكيب لكل سكند او متر تكيب لكل سكند. فانا لو معي تدفق زي هيك، تمام، معي تدفق زي هيك بالسرعه، بحسب التدفق ضرب السرعه هاي في المساحه. اي مساحه؟ مساحه الدائره، المساحه عموديه على التدفق، لازم المساحه تكون عموديه على التدفق، بالتالي الاريا ضرب التايم وهكذا. احنا السرعة اللي دائما بنطبقها، مش احنا بنحكي كيو تساوي فيلوسيتي الاريا، هاي الفيلوسيتي هي عبارة عن المين فيلوسيتي او الافرج فيلوسيتي. انا دائما هون الكيو الفيلوسيتي اللي باخذها الافرج السرعات وليس الماكسيمم. انا هون عندي هذا الشكل، ياها اعلى سرعة عندي هيها، ياها الافرج. الافرج تقريبا هون. فعليا باخذ الاريا الفوليوم لما احسب كيو، بحسب انا مين فيلوسيتي وليس الماكسيموم، دائما بحسب الافرج. هسه بقول لك عندي، وعندي انا عندي انبوب قطره ار، دي كيو هو التدفق خلال جزء صغير في الانبوب، دي كيو شو بتساوي؟ فوليوم في الاريا. طيب خلينا افهمك اياها. احنا الكيو تساوي فوليوم في الاريا، الفيلوسيتي في الاريا، الفيلوسيتي في الاريا، قول لي تمام. بس انا هذا الاشي لو بحسب المقاطع اعتيادية، انا لو بدي اشتق قانون عام لهذا الحكي، كيف اشتق؟ لك لو كان عندي مثلا انبوب نصف قطر ار، جيت هذا الانبوب لأدرس التدفق تبعه. لما بدي ادرس التدفق تبعه بقول لك باخذ جزء صغير، جزء صغير هو الانبوب عندي هيك مثلا قطر ار، بس انا اخذت جزء صغير شوي، هاي كامل ار، هاي اللي بالزهر دي ار. يعني دي ار لما نشوف كلمه دي ار انه المقطع صغير كثير بالنسبه لحجمه. كيف يعني؟ انا عندي مقطع زي هيك، تمام، قلت لك هاي المسافه واي، فانا هاي المسافه اكس. لو انا اخذت جزء مثلا صغير زي هيك عشان اعمل محل دراسه، قلت لك هاي المسافه اسمها بظلت واي، لكن هاي المسافه الصغيره بنسميها دي اكس. دي اكس في الاريا هون هي مش اريا، بتسميها دي اي تساوي واي دي اكس، تمام. فهون نفس الاشي، هي عباره عن هاي المساحه، هاي المساحه شو بنسميها؟ بنسميها دي اي ليش؟ لانها صغيره، واي لانها واي وعرضها دي اكس، تمام. هون نفس الاشي، هون نفس الاشي. لو كان عندي انبوب مدور، كان عندي انبوب مدور نصف قطر ار، بالتالي كم، بالتالي كم الجزء منه الصغير دي ار. فايش الكيو بصير اسمه؟ بصير اسمه دي كيو، انه جزء صغير. انا بدي احسب التدفق على جزء صغير. فيلوسيتي ايش؟ بتضل زي ما هي، هي المين فيلوسيتي مين. شو الاريا؟ الاريا لنص للدائره هي باي ار تربيع، باي ار تربيع، لكن انا ما باخذ باي ار تربيع، باخذ باي في ار في دي ار، تمام. لما اعمل تكامل صفر لآر مثلا، فشو بتصير عندي؟ كيو تساوي كامل صفر آر في في ثابت، الفي مين ثابت، الآر ثابت، بطلعه برا وبحل. بس الفكرة انه مرات الفيلوسيتي بتعطيك اختيارين بدلالة المسافة. هاي في حالة الانبوب الدائري. في حالة المستطيل بعمل نفس الاسلوب، باخذ مساحة صغيرة اكس ودي واي وبحل، وان شاء الله في عليها امثلة. احنا هذا الفيديو راح يكون بس شرح. هنا يو شايف 2 باي في ار دي ار، تمام. انا هون ضربت ب2 لانه عندي سرعتين افرج، هاي وهاي،
تمام. هي مش لانه مساحة الدائرة هاي، هاي لانه انت قضيتها، انا خربط فيها مش مشكلة. هي اشتغل القوانين اللي حكيتها. في امثلة خلي الامس طبعا تشاتر، كم مثال بدي اقول لك اياه، تشاتر مثال، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 مثال، تشاتر 15 مثال، اخر سبعه نفس الفكره. ايضا ان شاء الله يعني فيديوهين بالكثير بكون منتهي ان شاء الله. هيك يعطيكم الف عافيه.